ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة إن المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات، فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم الكذب خيبة. اللي أنت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنة وأنت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كأنه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا هاسيندا يا فندم، وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين قلتن باكسن بس ما تريتس كتير. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانه خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتاكد ان العدد مناسب للزنزانه. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزه بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. Listen to me. Listen to me. Stand up. بعد اذنكم يا رجاله هنطلع بره شويه عشان المقاسات بس. استنى استنى استنى، يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. We have to leave. يا سعاده البيت، دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده ايه ونيله ايه يا سعاده البيه؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعاده البيه واهو. بتعمل ايه متخلف دي؟ دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعاده البيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه، وده فعلا اسمه هاني، حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه، هاني في الزنزانه، ده في ايده جراب جواه قباب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحظه المامور يا جماعه. بس يلا بس يلا، نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بعيد يلا. امم متحده، حد قال لحضراتكم ان انا خديك شرطه تعليم مفتوح ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من اخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم اسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. انا هعمل معاك واجب بقى. هصورك وش وجنب. ملك وكتابه. ايوه لطيف ملك وكتابه. قول لزمايلك اصابت النجوم ان شاء الله يتحكم عليهم ب 100 سنه سينما. ايوه احزاقي يا اختي. امان اي فندم قلت العيال دي. حاضر يا فندم. اتفضل قدام انت اهو يا اخويا. اتفضل خش يا حبيبي. اتفضل خش. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت عمران. ليه؟ ادخل انت جوه عمران. اتفضل جوه. خليك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتولي المأمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطه؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذه محدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص ده انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنة سجن. هتتسجنوا سنة سنة وتتنفخوا سنة سنة. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنة؟ ما تقطعش، قول إن شاء الله. يا حضرة الضابط أنا عايزة أعترف على نفسي، أنا السبب في كل ده، أنا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم؟ whatever، ودبستهم في كل الجرايم والمشاكل دي. نيلي أنت بتقولي إيه؟ أنت كده هتودي نفسك في داهية. بس يا سيف أنا المسؤولة حضرتك عن كل الحاجات دي،
هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واتشي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكوا تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري. سوري او وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا مين مغربي، تعال خده. استنى طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا، بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عينيا، يلا خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا مين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. كارينا جميلة حلوة، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ هما لحقوا يشيلوا البسمين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو، اتلقى حيانا. حلو اللي انت عملته ده. عملت، ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلاقى حيانا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل، محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه. اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميلة عسل، اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجرابية البستاج. طب يلا انت هو اتخلع هنا. شوف بقيت معلم. السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. طيب خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا يا مسهوكة يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. هذا ضاحي. ايوه يا معلم. حسي ايه؟ ونفس الجزمة عاد. والله ما لحقت يا معلم، الفردة الواحدة قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني.